بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بكل بساطة جاي نتكلم معاكم عن الأنيميا، أنيميا نقص الحديد. لما نيجي نتكلم عن أنيميا نقص الحديد نقول إن ده شخص بيجي لنا العيادة تقول أو يقول يا دكتور أنا بعاني من دوخة مستمرة، بعاني من صداع مستمر، بعاني من إرهاق مستمر. أما نلاقي هذه الأعراض موجودة عندنا نقدر نقول إن الشخص ده بيعاني من الأنيميا من خلال إن إحنا بنعمل فحص صورة دم كاملة. فحص صورة الدم الكاملة ده من خلاله بنقدر نعرف إن هو بالفعل عنده أنيميا ولا لأ. خلاص عملنا تحليل صورة دم كاملة وطلع مايكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا وتأكدنا إن هو عنده أنيميا. خلاص طب إيه العلاج بقى؟ إحنا طبعا الناس اللي شافت رأس الفيديو العلاج النهائي للأنيميا ده البروتوكول العلاجي لأي طبيب المفروض يبقى ماشي عليه، فأي طبيب مش هيمشي على البروتوكول العلاجي ده يبقى المفروض يراجع نفسه. ما لم يكن هناك خلل مرضي تاني او شيء اخر فبيحتاج الى بروتوكول علاجي اخر، لكن انا بتكلم عن انيميا نقص الحديد بشكل عام. اول حاجه لابد ان نبحث عن سبب الانيميا في البدايه، ايه هو سبب الانيميا؟ طبعا من اكثر الاسباب شيوعا عند الاطفال للانيميا اللي هو الديدان، الديدان بتبقى سبب رئيسي من احد الاسباب الاكثر شيوعا عند الاطفال لحدوث الانيميا عندهم. ده كده رقم نقطه رقم واحد. برضه لابد ان احنا هل عندنا مثلا جرح في المعده ده ممكن تكون هي سبب في الانيميا اللي موجوده عندنا. لو احنا عندنا تاريخ مرضي بنزيف برضه ممكن يكون، لو لا قدر الله عادانا الله واياكم عندنا سرطانات انواع سرطانات مختلفه وتاريخ مرضي بسرطان ممكن يكون برضه سبب في وجود الانيميا عندنا. برضه من ضمن الحاجات من ضمن الاسباب برضه الاكثر شيوعا الناس اللي بتعاني من البواسير والنسور الشرجي برضو ممكن تكون من احد الاسباب لحدوث الانيميا عندنا. فلابد ان احنا في البدايه من خلال الطبيب بتاعك تعرف ايه هو سبب الانيميا اللي موجوده عندنا. لكن انا النهارده جاي اقول لكم اشهر سبب من اسباب الانيميا عندنا هو نقص التغذيه. من اشهر الاسباب شيوعا عندنا كلنا لانيميا نقص الحديد هو نقص التغذيه، ان احنا الاكل بتاعنا ما فيهوش نسبه حديد كافيه علشان يعني ما بناخدش نسبه حديد كافيه من الاكل بتاعنا وبالتالي بيحصل لنا انيميا نقص الحديد. طب يعني ما نيجي نتكلم بقى عن البروتوكول العلاجي قلنا نقص التغذيه من ضمن احد اشهر الاسباب اللي بتقابلنا، يبقى لابد ان احنا ناخد اغذيه تحتوي على عنصر الحديد. طب ايه هي الاغذيه دكتور احمد اللي بتحتوي على عنصر الحديد؟ نستطيع ان نقول بكل بساطه الاغذيه اللي بتحتوي على عنصر الحديد اللي هو البتنجان، السبانخ، العسل الاسود، اللحمه الحمراء، الكبده، الكلاوي، الحاجات دي تعتبر من ضمن الحاجات الفعاله اللي بتحتوي على عنصر الحديد. زائد ان احنا لما نعرف نسبه الهيموجلوبين اللي موجوده عندنا في التحليله اللي احنا عملناها بتاعت صوره الدم الكامله بنبدا نقرر ان نقول ان مثلا الجرعه العلاجيه من الهيموجلوبين اللي هيتاخد من اقراص الحديد. طبعا يعني هناخد اقراص حديد، لكن لما نيجي طبعا قلنا النظام الغذائي بيحتوي على عنصر الحديد وبرضه بناخد اقراص حديد. اقراص الحديد دي بكل بساطه بناخد الجرعه على حسب بالظبط احنا يعني نسبه الهيموجلوبين اللي كانت في التحليل بتاعنا قد ايه. اقراص الحديد حاجات كتيره جدا موجوده في الماركت، مثلا زي الفيروسانول، زي الفيردرون، زي الفرافيرو، زي الشوكومنستر، زي الجاينوفيروسانول، اصناف مختلفه جدا كلها بلا استثناء تؤدي هذا الغرض، لكن بترجع لطبيبك عشان تعرف الجرعه بتاعتك على حسب نسبه الهيموجلوبين اللي موجوده عندك عشان يقول لك هتمشي مثلا شهر على اقراص الحديد او شهرين او ثلاثه على حسب النزول الهيموجلوبين اللي عندك قد ايه بالظبط. ده كده رقم اتنين. يبقى بناخد قلنا اول حاجه بناخد اغذيه بتحتوي على عنصر الحديد، تاني حاجه قلنا بناخد اقراص حديد، ثالث حاجه بناخد فيتامين ب 12. فيتامين ب 12 مهم جدا، لو احنا عندنا انيميا لابد ان احنا ناخد فيتامين ب 12. ناخده ليه؟ علشان ده بيساعد على تكوين كرات الدم الحمراء وبشكل عام يعني ليه دور مهم جدا في تنشيط العمليات الحيويه في الجسم كلها، لكن بشكل اخص احنا بنحتاجه كجرعه علاجيه مع اقراص الحديد بالنسبه للناس اللي بتعاني من انيميا نقص الحديد. برضو بناخد معاه حاجه ثالثه اللي هو الفوليك اسيد او حمض الفوليك. يبقى بناخد ثلاث حاجات، يبقى روشته انيميا نقص الحديد بكل بساطه بتكتب فيها ثلاث حاجات اساسيه، بتكتب اقراص الحديد مع اقراص الحديد بيتكتب حمض الفوليك، ومع حمض الفوليك بناخد فيتامين ب 12 ويفضل ان هو يتاخد كحقن. ترجع له الجرعات بتاعته، ترجع له الجرعات على حسب الطبيب المعالج ليكم علشان يحدد لكم الجرعه على حسب نسبه الهيموجلوبين اللي موجوده عندنا ويراعي المسموحات والممنوعات وان كان هناك
تاريخ مرضي وشيء تاني. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطيه الدهشان، رئيس الجمعيه الطبيه العموميه للتغذيه العلاجيه والباحث في العلوم الطبيه الحيويه والعلاج الطبيعي في اسطنبول. دمتم بصحه وعافيه. باي باي.